بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان توجيهات وأفكار في تربية الصغار، لفضيلة الشيخ إبراهيم ابن عبد الله الدويش. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 28 من سلسلة الدروس العلمية العامة والتي ينظمها المكتب التعاوني بمدينة الرس. وفي هذا الجامع المبارك في ليلة الاثنين الموافق للتاسع عشر من شهر صفر للعام السادس عشر بعد الأربعمائة والألف، ومع هذا الموضوع الذي هو بعنوان توجيهات وأفكار في تربية الصغار. و هذا الموضوع هو ضمن سلسلة سبق أن بدأنا بها، وهي سلسلة وسائل وتوجيهات. وقد كانت الحلقة الأولى بعنوان 40 وسيلة لاستغلال رمضان، ثم 40 وسيلة لاستغلال موسم الحج، ثم 40 وسيلة لاستغلال الإجازة الصيفية، ثم هذه هي الحلقة الرابعة وهي أيضاً 40 وسيلة. وهذه التوجيهات وهذه الأفكار هي مجموعة توجيهات وأفكار ووسائل في تربية الصغار، كنت قد جمعت شيئاً منها في درس قبل 5 سنوات تقريباً، وكان يراودني تجديد هذا الدرس وإلحاق بعض الوسائل والتوجيهات، وكان للتسويف والانشغال وقلة البضاعة دور في التأخير، حتى وقع بين يدي بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير بعنوان مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة. والحق يقال فهو كتاب جامع فريد، أنصح الآباء والأمهات بالقراءة فيه والنظر والاستفادة منه. فقد جمع صاحبه الأستاذ عدنان حسن باحارث كثيرا من الفوائد والشوارد والتوجيهات والتجارب لعلماء التربية والمتخصصين في هذا الشأن، جزى الله كاتبه خير الجزاء ونفع الله به ورعاه. ولو كمل هذا الكتاب بتخريج الأحاديث والآثار فيه والحكم عليها من متخصص في هذا الفن لزاد العقد بهاء وجمالا، وقد استفدت منه كثيرا في هذا الموضوع الذي أسأل الله عز وجل أن ينفع به الآباء والأمهات في وقت تخلى كثير منهم عن هذه المسؤولية العظيمة تربية الأبناء. فالأب في وظيفته وتجارته، وربما الأم في وظيفتها وزياراتها، والضحية هم الأولاد، وربما تركوا للأعاجم والجهال من السائقين والخادمات. ألا فاتق الله أيها الأب، واتق الله أيتها الأم، فإنكما مسؤولان أمام الله عن هذه الأمانة. وتذكرا جيدا هذا الموقف عند السؤال والحساب. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المشهور: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، إلى آخر الحديث، والحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة، والحديث أيضا متفق عليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن فاعلما أن مسؤولية تربية الأولاد بينكما مشتركة تقتضي التعاون والتفاهم. واعلم أيضا أن مرحلة الطفولة مرحلة مهمة جدا في توجيه الولد وتأديبه. قال الإمام الماوردي:
مؤكداً على هذا المعنى، فأما التأديب اللازم للأب فهو أن يأخذ ولده بمبادئ الآداب ليأنس بها وينشأ عليها، فيسهل عليه قبولها عند الكبر لاستئناسه بمبادئها عند الصغر، لأن نشأة الصغير على شيء تجعله متطبعاً به، ومن أغفل في الصغر كان تأديبه في الكبر عسيراً. وإليك مقطوعة لأحمد شوقي يلخص أو تلخص هذا المعنى وتعرضه في أبهى صورة، يقول: بين الحديقة والنهر وجمال ألوان الزهر، سارت مها مسرورة مع والد حان أبر، فرأت هنالك نخلة معوجة بين الشجر، فتناولت حبلا وقالت: يا أبي هيا انتظر حتى نقوم عودها لتكون أجمل في النظر، فأجاب والدها: لقد كبرت وطال بها العمر، ومن العسير صلاحها فات الأوان ولا مفر، قد ينفع الإصلاح والتهذيب في عهد الصغر، والنشء إن أهملته طفلا تعثر في الكبر. وأول هذه التوجيهات: أولا، الحرص على تعويده على مراقبة الله وغرس ذلك في نفسه كل لحظة، وتخويفه بالله سبحانه وتعالى، لا بأبيه ولا بالحرامي ولا بالبعبع كما تفعل كثير من الأمهات، فإن الصغير يتعلق بالله فلا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله، وهذا ما يسميه علماء التربية بالوازع الديني. وهذا جانب مهم جدا يغفل عنه الآباء والأمهات. واسمع لقول الحق عز وجل حاكيا عن لقمان وهو يؤصل هذا الجانب في نفس ولده، يقول سبحانه وتعالى على لسان لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. انظر للتربية العميقة، ملء نفس الولد بعظمة الله، بعظمة علم الله واطلاعه عليه، حتى وإن كانت هذه الحبة في حقارتها لا وزن لها ولا قيمة، ولو كانت هذه الحبة داخل صخرة صلبة محشورة، أو كانت هذه الحبة في السماوات ذلك الكيان الهائل الشاسع الذي يبدو فيه النجم الكبير ذرة تائهة، فكيف بهذه الحبة الحقيرة؟ أو حتى كانت هذه الحبة في الأرض ضائعة، فإن الله سبحانه وتعالى سيبديها ويظهرها بلطيف علمه. فأين الآباء والأمهات عن هذه التربية؟ أقول عن هذه التربية: املأ قلب صغيرك بخوف الله، وأخبره بأن الله يراه في كل مكان وأنه مطلع عليه في كل حال، فإذا كذب قل له: إن الله يعلم ما تخفي، وإن الكاذب في النار، وإذا سرق قل له: إن الله يراك وأن الله يغضب على السارق، وإذا عصاك فقل له: إن الله يغضب عليك، وإذا أطاعك فقل له: إن الله يحبك. وإذا هكذا في كل أفعاله ذكره بالله سبحانه وتعالى. إذن لنربي أبناءنا على هذا المنهج، ثم بعد ذلك أطلق له العنان، فكلما حدثته نفسه بأمر سوء تذكر أن الله عز وجل معه يراه ويعلم ما يصنع. ويؤكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا المنهج، فنجده يوصي ابن عباس وهو صغير فيقول له صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام، وفي رواية: يا غليم، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يغرس هذه المعاني الجميلة في نفس ابن عباس وهو صغير. حماد بن زيد يقول: كنت أسير مع أبي فمررنا من جدار فيه تبن، فأخذت عود تبن، فقال لي أبي: لما أخذت؟ ينهرني، فقلت: إنه عود تبن، فقال أبي:
إن كان الناس أو لو أن الناس كلهم مروا منها هنا فأخذوا عودة تبن، هل كان يبقى في الجدار تبن يا بني؟ هل كان يبقى في الجدار تبن؟ هكذا كانوا يربونهم على أحقر الأشياء، لا تمتد اليد على أحقر الأشياء، حتى إذا كبر لا تمتد يده على أصغر الأشياء مهما أو على أي شيء مهما كان صغيرا أو كبيرا. سهل التستري يقول: كنت مع خالي صغيرا وكان يقول لي وأنا ابن ثلاث سنين، يقول لي: انظر ألا تذكر الله الذي خلقك؟ قال: كيف أذكره؟ قال لي خالي محمد بن سوار: قل بقلبك من غير أن تحرك به لسانك: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي، ثلاثة ثم سبعة ثم أحد عشر. تأصيل رقابة الله عز وجل في نفس الصغير حتى وإن كان ابن ثلاث سنين. بائعة اللبن تقول لأمها: يا أماه، إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا، فعلم الصغير من هو الله وأنه هو الذي خلقه وأنعم عليه ليمتلئ قلبه بحب الله، فيحرص بعد ذلك ألا يغضب الله بقول أو فعل. ذكر ابن سعد في الطبقات أن أم سليم كانت تلقن أنسا ولدها الشهادتين قبل أن يبلغ سنتين. تجيه الآخر التأكيد على تعليمه للوضوء والصلاة، وأن أخطر شيء نلحظه اليوم على صغارنا هو إهمال هذا الجانب، فتجد غالب الأولاد يبلغ العاشرة من عمره لا يعرف كيف يصلي، وهذا أمر مشاهد محسوس، فانظر إليهم في المساجد عند ركوعهم وسجودهم ولعبهم وضربهم لبعض، فلماذا لا يجلس الأب أو الأم وقتا يسيرا لتعليم صغارهم هذا الركن العظيم، وذلك بالتطبيق العملي أمامه، ثم ليطبق الولد ما يراه، فإن أخطأ وجهه بدون أو وجه بدون تعنيف. إن أولادنا الصغار كثيرا ما يندفعون لتقليد آبائهم وأمهاتهم في الصلاة، فيقفون بجوارهم ويفعلون كما يفعل آباؤهم، ولذلك نوصي الأب بأن يحرص على صلاة النوافل والرواتب في البيت، بل هذه هي السنة، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث زيد بن ثابت. وفي هذا فوائد كثيرة، في صلاة النافلة في البيوت فوائد كثيرة، منها تشجيع الزوجة والأهل على العبادة وإحياء البيت وطرد الشياطين وكثرة مشاهدة الصغار والدهم وهو يصلي، وهذا ما يسمى عند علماء التربية بأسلوب التربية بالعادة، وهو من أسهل الأساليب وأفضلها. وكم نغفل عن هذا المنهج النبوي في أمر الصلاة، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن في هذا الحديث يمر الصغير بثلاث مراحل قبل السبع، وهذا أمر مندوب إليه أن يشجع الصغير بالتلميح والتعريض في الصلاة، وما بعد السبع، وهنا يجب على الأب وعلى الأم أن تعلم صغيرهما على الصلاة وأركانها وما يقول فيها. ثم المرحلة الثالثة عند العشر وما بعدها، فإن لم يستجب الصغير فكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فاضربوهم عليها لعشر. ولا يستعمل العقاب البدني أي الضرب إلا بعد فشل جميع الوسائل والعقوبات الأخرى من وعظه وتعنيفه وهجره، أي لا يكلمه ولا يمازحه ويحرمه بعض ما يحب. وكم نقع في أخطاء تربوية جسيمة مع الصغار في أمر الصلاة بدون أن نشعر، ومن هذا الحرص مثلا الحرص الشديد على إيقاظه للمدرسة والاهتمام بذلك ألا يتأخر لحظات، وربما عقابه لو تأخر. أما صلاة الفجر فتأخذ الأمة الشفقة والرحمة بإيقاظ ولدها لها، أي لصلاة الفجر،
فلا يصليها إلا عند ذهابه للمدرسة، مع أن الولد بلغ العاشرة وتجب عليه الصلاة بوقتها مع جماعة المسلمين. ولا شك، لا شك أن الأم آثمة في مثل هذا الفعل، وإن الشفقة والرحمة في إيقاظه وصلاته مع المسلمين، إن الشفقة والرحمة في إيقاظه وصلاته مع المسلمين. ولذلك قال الحق عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فإذا أردنا الشفقة ووقاية أولادنا، لا شك أن ذلك بحرصهم أو بتعليمهم وبتأكيد أهمية صلاة الفجر مع المسلمين في وقتها. وكما يروى في سيرة الإمام أحمد أن أمه كانت توقظه في ثلث الليل الأخير، فتسخر له الماء، ثم إذا أذن ليصلي ما شاء الله أن يصلي، ثم إذا أذن لصلاة الفجر أخذت بيده وسارت معه حتى أدخلته المسجد، ثم قبعت عند عتبة المسجد تنتظر صغيرها حتى ينتهي من الصلاة، فإذا انتهى أخذت بيده وأرجعته إلى بيتها. هكذا كانت الأم رضوان الله تعالى عليهن في الحرص على تربية الصغير والاهتمام به. ولذلك كان خلف الإمام، كان خلف الإمام أحمد من خلفه من أم صالحة تحرص على تربية هذا الصغير تربية ربانية. ثالثا التوجيهات: القدوة الصالحة. فإن الصغار يبدأون التقليد من السنة الثانية أو قبلها بقليل، وهم يتعلمون بالقدوة والمشاهدة أكثر مما نتصوره. فالطفل يحاكي أفعال والده، والطفلة تحاكي أفعال أمها، وهكذا يؤكد وهذا يؤكد أمورا عدة، منها ألا نظهر أمامه إلا بصورة حسنة. وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلاة، وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثدي الناقصات. فانتبهي أيتها الأم لأفعالك وأقوالك خاصة أمام صغارك. ثم أيضا الابتعاد عن المتناقضات في الحياة، فإنها تهلك الطفل وتمزق نفسيته. وخذ أمثلة على ذلك: المدرس يحذر الطفل من الدخان ومن التدخين مثلا وخطره، وأنه محرم يغضب الله عز وجل، ثم إذا رجع الطفل إلى بيته وجد أباه يدخن وأخاه أيضا، فما رأيكم وما هو تأثير ذلك على هذه النفسية؟ وأيضا الطفل يسمع عن الصلاة وأهميتها وأن تركها جريمة وكفر، ثم يرى والده أو أخاه لا يصلون أو لا يحرصون عليها. هذا في أمور العبادة. وخذ أمثلة في الأمور الاجتماعية: عند إعطائه علاجا مرا مثلا، ماذا تفعل الأم؟ تؤكد لصغيرها أن هذا العلاج حلوى، فإذا شربه الصغير وإذا به مرا علقما، وانظر لتأثير ذلك في نفسية الصغير. أو لو أن الطبيب مثلا كتب حقنة أو إبرة لذلك الصغير، فربما أن أباه قال للصغير أنها لا تؤلم أو مثل ذلك له بشيء ما، فإذا بالصغير عندما يضرب هذه الحقنة يجد ألمها في نفسه، ولك أن تتصور كيف تكون نفسية هذا الصغير. أو ربما أيضا عند غيابه عن المدرسة بسبب نومه ونوم أيضا والده، فغاب الصغير هذا اليوم عن المدرسة، فإذا بأبيه غدا يأخذ بيد الصغير فيدخل على مدير المدرسة فيقول له مثلا إن الصغير أو إن فلانا كان مريضا، ويسمع الصغير هذه الكلمات، فماذا ستحدث هذه الكلمات في نفس هذا الصغير وهو يعلم أنه لم يكن مريضا. هذه أمثلة، فأي جريمة نرتكبها بحق هؤلاء الصغار ونحن لا نشعر. إنك مهما وعظت ومهما سمعوا من المدرسين فإنهم لن يحملوا في داخل نفوسهم سوى الصور التي يرونها أمامهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقد تنبه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم إلى هذا الأمر وأهميته، فهذا عمرو بن عتبة ينبه معلم ولده لهذا الأمر فيقول: ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك، فإن عيونهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما صنعت والقبيح عندهم ما تركت. إذن فليسمع الآباء
فليسمع الآباء ولتسمع الأمهات، وليسمع المدرسون ولتسمع المدرسات، إنكم مهما قلتم فأولادكم وطلابكم يفعلون ما فعلتم، فالله الله في القدوة. وإن الأزمة، إن الأزمة التي يعيشها التعليم اليوم بل الأمة أجمع هي أزمة قدوات. توجيه آخر، الدعاء. للدعاء واللجوء إلى الله عز وجل أثر عجيب في صلاح الأولاد واستقامتهم، ولقد كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أكثر الناس دعاء لله بإصلاح أولادهم. فهذا إبراهيم عليه السلام يقول كما يخبر الله عنه: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا زكريا يقول كما يخبر الله عنه أيضا: قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ويقول الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ويخبر الله سبحانه وتعالى على لسان المؤمنين الصالحين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واحذر، واحذري أيتها الأم من الدعاء على الأولاد، خاصة أنت أيتها الأم خاصة عند الغضب، فربما أطلقت الأم للسانها العنان بالسب واللعن. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد لولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم. والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وهذا نهي صريح في عدم الدعاء على الأولاد. فأكثروا أيها الآباء والأمهات من الدعاء لأولادكم، وألحوا عليه بركوعكم وسجودكم، واستعينوا بالله في تربيتهم، فإنه خير معين، وإذا استعنت فاستعن بالله. توجيه آخر وهو الخامس: الحرص على تعويذ الأولاد وتعليمهم الأذكار. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء. وعند البيهقي في الآداب بلفظ: كان صلى الله عليه وسلم يعوذ حسنا وحسينا يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: عوذوا بها أولادكم، فإن إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. ولذلك ليحرص الوالدان على تشجيع صغارهم على تعلم الأذكار وحفظها. ومن أفضل الوسائل ذلك ما يلي: القدوة أن يرى الصغار حرص آبائهم على الذكر، أن يرى الصغار حرص آبائهم وأمهاتهم على الذكر. ثم أيضا أن يرفع الأب أو الأم أصواتهما ليسمع الصغار، فإذا سمع الصغار كثرة الذكر بلسان الأب أو بلسان الأم تجد أن الصغير يردد هذه الأذكار بدون أن يشعر. ثم أيضا الحرص على اختيار القصير من الأذكار وأيسرها لفظا، فعند النوم مثلا رددي أيتها الأم على الصغير أو على الصغار قوله صلى الله عليه وسلم: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، أو رددي قوله صلى الله عليه وسلم: باسمك اللهم وضعت جنبي وباسمك اللهم أرفعه. أيضا استغلال الأوقات وبعض المناسبات السارة لتلقينهم بعض الأذكار، كالخروج للنزهة في البر أو الحدائق، وتعليمهم دعاء نزول المكان: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ثم أيضا وضع المسابقات والحوافز التشجيعية والهدايا كلما حفظ أو كلما حفظ الصغير شيئا من هذه الأذكار، وسيرى الوالدان بعد فترة قصيرة أن الصغير يعتمد على نفسه بترديد هذه الأذكار، بل أقول ربما ذكر هو أمه أو أباه بهذه الأذكار. ومن التوجيهات أيضا الحذر من جهاز التلفاز عامة ومن أفلام الكرتون أو الصور المتحركة خاصة، وهذا موضوع يطول، ولكن اسمع لهذه التوجيهات: أكثر أفلام الكرتون
خيالية تحمل عقائد وثنية، وهذا النوع من الخرافة يفسد عقلية الطفل وتفكيره ويطبعه بطابع خيالي بعيد عن الواقع. أيضاً بعض أفلام الكرتون تدور قصصها حول الحب والغرام، كما هو الحال بالنسبة لمسلسلات الكبار، ولك أن تتصور أثر ذلك على الطفل، وهو يرى كل يوم ولعدة ساعات تلك الغراميات والقبلات، سواء كان ذلك بين ذكر وأنثى من البشر أو من الحيوانات أو الحشرات، تعريض بالفاحشة وتحريض على تكوين علاقات الحب والغرام. وأيضاً بعض الأفلام تظهر، أي من الصور المتحركة، تظهر أو تظهر فيها علامات العنصرية وتشويه الصورة. مثال ذلك، أذكر قصة واحدة، مثال ذلك قصة بوباي، وهي تحكي البحار الأبيض الموحي شكله ولونه بالرجل الغربي صاحب الغليون، وصراعه المستمر مع خصمه الأسمر الشرير ذي الشعر الأسود واللحية السوداء الموحي شكله ولونه بالرجل الغربي، ثم في النهاية الانتصار المؤزر في نهاية الصراع للأبيض صاحب الحق على الأسمر صاحب الباطل، إلى آخر القصة. وأقل أثراً تحدثه هذه الصور المتحركة في الولد فساد التفكير والإثارة والعنف، هذا فضلاً عن الإعلانات التجارية وإقبال الصغار عليها وضياع شخصية الطفل وذوبانها مع هذه الإعلانات. فلم يعد لنا حتى الكبار، فكيف بالصغار؟ لم يعد لنا اختيار واستقلال بالرأي أمام المؤثرات الجذابة ذات الألوان والموسيقى والكلمات القصيرة. وأيضاً كم يفعل جهاز التلفاز من رسم قدوات فاسدة وبطولات زائفة لأولادنا من الفنانين والرياضيين. وقد أجريت دراسة في كلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض حول المثل الأعلى والقدوة عند الطلاب، فأسفرت النتائج أن أكثر قدوات الشباب من عينة الدراسة تركزت في المجال الرياضي بالدرجة الأولى، تركزت في المجال الرياضي بالدرجة الأولى، ثم في مجال الأسرة بالدرجة الثانية، ثم في المجال الديني، مما يدل على سوء التوجيه الأسري وضعف المفاهيم المتعلقة بحسن اختيار القدوة وضعف حب الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس بعض الشباب وعدم استحضار شخصه الكريم على الأقل عند إجابة الاستبيان. وهذا ما حدث، أو أقول هذا ما حدث بالنسبة للكبار ذوي العقول المميزة المتعلمة، فكيف بالصغار وأثر الإعلام عليهم؟ والحديث عن التلفاز وأخطاره كما أسلفت يطول، والعجيب أن الناس على الرغم من قناعاتهم بأخطاره لا يمكن أن يتصور أو أن يتصوروا كيف يعيشون بدونه. وقد تخلص أعداد كبيرة من الناس من هذه الأوهام والحيل الشيطانية وعاشوا بدون تلفاز عيشة هنية سعيدة، بل والله وجدوا راحة القلب والاستقرار النفسي لما جربوا هذا، وأصبح أولادهم من الأوائل والمتفوقين. هذا من الناحية الاجتماعية، أما من الناحية الشرعية فيكفيك لضيق الوقت هذا الحديث، هذا الحديث المفزع الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يجد رائحة الجنة، إلا لم يجد رائحة الجنة. فأسألك بالله أيها الأب، وأسألك بالله أيتها الأم، هل إدخال مثل هذه الوسائل للبيت وعكوف الصغار عليها ليل نهار، هل إدخال مثل هذه الأمور للبيت هو نصح للرعية أو غش لها؟ هل هو نصح لأولادك أم غش لها لهم؟ اسأل نفسك قبل أن يسألك الله عز وجل عن هذا الأمر. ومن المقترحات للبديل عن التلفاز، لأنني أعلم أن كثيرا من الآباء ومن الأمهات سيقول: طيب ما هو البديل إذن للتلفاز؟ أقول قبل أن أذكر المقترحات، ليس المسلم لا يطلب دائما البديل، فإن المسلم إذا علم أن هذا الأمر محرم فإنما عليه أن يقول: سمعت وأطعت، سمعنا وأطعنا، هذا هو الأصل في المسلم. فلماذا كلما ذكرنا أمرا محرما طالبنا كثير من الناس بقوله: ما هو البديل؟ هذا أصل يجب أن يتربى المسلمون عليه. ولا بأس أن أذكر بعض البدائل للتلفاز.
مثلا شراء الحاسب الآلي أو الكمبيوتر، والحرص على اختيار الألعاب العقلية التي تنمي عقل الصغير وتفيده. ومن البدائل أيضا اجعل لأولادك الصغار مكتبة صغيرة خاصة بهم، تحتوي على أشرطة خاصة للصغار من تلاوات للقرآن مناسبة لهم، وقصص ومواقف وأذكار وأناشيد، وتحتوي أيضا على بعض الكتيبات والقصص والمجلات الإسلامية الخاصة بالأطفال، ولتكن بشكل جذاب جميل ذي ألوان مميزة ليحرص عليها الصغار وتشد انتباههم. ولو تم أيضاً وضعها في غرفة مستقلة لوحدها ولا تفتح لهم إلا بأوقات خاصة وساعات معينة لكانت الفائدة أكبر، فإن كل ممنوع مرغوب كما يقال. وعودهم على تنظيمها والمحافظة عليها، ولا بأس من مشاركتهم والجلوس معهم في بعض الأحيان، بل والقراءة لبعض القصص وروايتها لهم بأسلوب مناسب جذاب، فإن لهذا أثراً كبيراً على سلوكيات وعقلية الصغار. وجرب، فالتجربة خير برهان. لماذا لا يجلس الأب أو الأم في بعض الأحيان مع صغارهم لرواية بعض القصص المناسبة لهم؟ ومن المقترحات كبديل اللعب، واللعب في حياة الصغار أصل في خلقتهم وتكوينهم، فلا يجزع الوالدان من كثرة حركة أولادهما ولعبهم، فهو ضرورة لنموهم، ومن ذلك تخصيص وقت للعب وضبطه بالتفاهم مع الصغار. خصص وقت معين للعب الصغار، وليكن ذلك باستشارتهم وأخذ آرائهم، فإن لذلك أثراً كبيراً على نفسياتهم. أيضاً محاولة توفير مكان خاص بالمنزل للعب الأولاد وألعابهم. أيضاً الحرص على شراء الألعاب التي تنمي قدرات ومواهب الصغار، بدلاً من إضاعة المال بأشياء لا معنى لها سرعان ما تتلف. وذلك كما أسلفت، كالحاسب الآلي أو كألعاب الفك والتركيب، وهذه كلها تكون معينة للصغير في نمو عقله. واحرص عند شراء أفلام للحاسب الآلي أو الكمبيوتر، لأنه بدأت تغزو الأسواق أفلام للحاسب الآلي مليئة بالفساد الأخلاقي والعقدي، بل ربما تبادل بعض الصغار هذه الأفلام خفية بينهم، فليتنبه الوالدان لذلك. ثم أيضا في التوجيهات في اللعب، الابتعاد قدر المستطاع عن الألعاب المجسمة والصور، ومحاولة تعريف الصغير أن هذا النوع من الألعاب تغضب الله عز وجل. وأذكر هنا بالحديث المتفق عليه الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: إن البيت الذي فيه صورة لا تدخله الملائكة، لا تدخله الملائكة. وسيأتي مزيد من التفصيل إن شاء الله في مثل هذا الحديث. أيضا إعطاء الصغير حق اختيار اللعبة مع التوجيه والإرشاد للأنفع. أعطي الصغير حق الاختيار للعبة، فإن أيضا لمثل هذا العطاء سيكون أثرا كبيرا في نفسية الصغير. أيضا التوجيهات اصطحابهم في بعض الأحيان في نزهة خارج المدينة لممارسة بعض الألعاب، وقد ينشغل بعض الآباء بالجلسات والدوريات عن أولادهم والجلوس معهم. وأقول: ما دمت تريد أن تخرج مثل هذه الوسائل عن البيت، لا بد أن تحرص على أن تجالس الأولاد وأن تقضي بعض أوقات الفراغ معهم. وهذا كان أيضاً من عهد السلف رضوان الله تعالى عليهم، فقد أخرج الحاكم في المستدرك من حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاها يوماً فقال: أين ابناي؟ فقالت: ذهب بهما علي، يقصد الحسن والحسين. فتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهما يلعبان في مشربة، والمشربة هي المكان الذي يشرب فيه، وهي أرض لينة دائمة النبات، وبين أيديهما فضل من تمر. فقال: يا علي، ألا تقلب بالابنية قبل الحر؟ والشاهد أن علي رضي الله تعالى عنه أخرج الحسن والحسين للنزهة. ومن المقترحات أيضاً أو التوجيهات الحرص على مشاركة الأطفال في لعبهم ولو في بعض الأحيان، وتوجيه الأخطاء من خلال اللعب، وهذا أفضل وسائل التوجيه، ومداعبة الصغار وملاطفتهم
ويتوسط في هذا الأمر فلا إفراط ولا تفريط. فقد كان صلى الله عليه وسلم يضع في فمه قليلا من الماء البارد ويمجه في وجه الحسن فيضحك، وكان صلى الله عليه وسلم يمازح الحسن والحسين ويجلس معهما ويركبهما على ظهره، وكان صلى الله عليه وسلم يخرج لسانه للحسين فإذا رآه أخذ يضحك، وكان صلى الله عليه وسلم يخطب مرة الجمعة فإذا بالحسن يتخطى الناس ويتعثر في ثوبه الطويل فينزل صلى الله عليه وسلم من منبره فيرفع الحسن معه، وكانت الجارية تأتيه فتأخذ بيده صلى الله عليه وسلم في شوارع المدينة حتى تعيده لمكانه صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كان بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان منهجه مع الصغار. فلماذا يتكبر بعض الآباء أو بعض الأمهات من تخصيص وقت للجلوس مع الصغار واللعب معهم؟ وقد كان عمر يمشي على يديه ورجليه وأولاده على ظهره يلعبون، وهو يسر أو يسير بهم كالحصان، فيراه بعض الناس فيقولون له: أتفعل ذلك وأنت أمير المؤمنين؟ فيقول: نعم، ينبغي للرجل أن يكون في أهله كالصبي، أي في الأنس والسهولة، هكذا نكون معهم في البيت، فإذا كان في القوم كان رجلا. وعندما تخلى الآباء والأمهات عن أطفالهم وملاعبتهم نشأ بعضهم معقدا وبعضهم منطويا، وكان أكثر عرضة للانحراف والضياع كما نرى على كثير من الصغار. ومن العجيب في هذا ما أخرجه البخاري من حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. هذا في البخاري. وأخرج أو ذكر الهيثمي في المجمع عن أبي ليلى قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم على صدره أو بطنه الحسن أو الحسين عليهما السلام، فبال فرأيت بوله أساريع، يعني طرائق يمشي، فقمت إليه فقلت: دعوا ابني أو دعوا ابني لا تفزعوه حتى يقضي بوله، ثم أتبعه الماء. وفي رواية: لا تستعجلوه. وقال الهيثمي: ورجال الحديث ثقات. وهذا أنموذج تربوي فريد منه صلى الله عليه وآله وسلم. الوسيلة والتوجيه الخامس عشر: الحرص على المظهر الخارجي للطفل من لباس وشعر ونحوه. فالطفل عوده على المظهر الرجلي كلبس الثياب أو الشماغ حتى، والبعد عن ملابس الميوعة. والطفلة تعودها على الستر في الصغر لتلتزمه في الكبر، وعلى الحجاب وإياك واللباس القصير خاصة للفتيات، خاصة للفتيات، وهذا مما ابتلي به المسلمون وللأسف. فربما نجد أن كثيرا من المعارض أو أصحاب المعارض يبيعون الملابس القصيرة، وإذا سألناهم أو وجهنا ذلك قالوا لنا: الناس يطلبون ذلك. من هؤلاء الناس؟ هم المسلمون. ولذلك علينا أن نحرص، فإنه كما يقال: العلم في الصغر كالنقش على الحجر، الصغير يتربى وتترسخ مثل هذه المفاهيم في نفسه من حيث لا تشعر. أيضا التمييز بين لباس الذكور والإناث، حتى رأينا بعض الأطفال لا نميز بينهم هل هم ذكور أم أناث لمجرد لباسهم. الابتعاد أيضا عن الملابس التي فيها صور، فكما أسلفنا أن الملائكة لا توجد في المكان الذي فيه صورة، فهل ترضى أن يحيط الشياطين بطفلك؟ لأن المكان الذي لا توجد فيه صورة ما الذي يحل فيه؟ الشياطين ولا شك. ولذلك لعل هذا يفسر لنا قضية هيجان بعض الأطفال وصراخهم وتعكر نفسياتهم. لماذا؟ تجد ربما أن لباسه فيه صورة. لماذا؟ الشياطين تحيط به من كل جانب، فلننتبه لمثل هذا الأمر. فكما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. أيضا من التوجيهات تعويده على احترام الكبير وتقديره، وذلك بتقبيل رأسه والسلام عليه، ومنه احترام الضيوف والسكون عندهم. هذا بالنسبة للذكور. وعدم السماح للإناث بالدخول على الرجال في المجالس خاصة بعد سن الرابعة.
أيضا من التوجيهات الحذر من تحطيم المعنويات العالية عند الطفل، بل العكس، ارفع من معنوياته وأشعره بأنه مهم وأنه يستطيع أن يفعل أفعالا عظيمة، فإن هذا من الأسس لبناء شخصية قوية متميزة للصغير. وإذا كان الطفل كثير الحركة وفيه شدة وشراسة فإن هذا دليل على فطنته وذكائه، لا كما يعتقده بعض الآباء أنه دليل على فساده. فقد أكد البحث الحديث الذي قام به بعض علماء النفس أن هناك رابطة لا تنفصم بين الحركة والعقل، فعلى الوالدين توجيه الصغير لاستغلال نشاطه وحركته فيما يفيده وينفعه وتشجيعه على هذا. وربما لاحظ الأبوان بعض التصرفات والكلمات العجيبة من الصغير التي تدل على ذكائه وتفوقه، إذن فمن الخطأ هنا كثرة التعريف والصراخ والكبت لهذا الصغير، وإنما الأسلم هو التوجيه، بل لا بد من تنمية ذكائه ومن ذلك تكليفه ببعض المهام المناسبة وإعطاؤه الفرصة للكلام والحديث والإجابة على أسئلته والاهتمام به. ومن أيضا التوجيهات، لماذا نلاحظ بعض الصغار مزعجا لوالديه معاندا لهما؟ لا شك أن لذلك سبب، والسبب هو القسوة على الصغير وضربه بشدة من قبل أبويه أو أحدهما وعدم إظهار المحبة والمودة له. ولذلك فإن الصغير يعاند قاصدا إزعاج والده والانتقام منه، وعلاج ذلك أن يظهر الوالد لولده أنه يحبه ويعزه. وربما كان سبب المعاندة هو شعوره بتفضيل إخوانه عليه، وقد اتفق الباحثون على أن أشد العوامل إثارة للحسد في نفوس الأطفال هو تفضيل أخ على أخ أو أخت أو العكس، والموازنة بين الواحد والآخر أمام عينيه أو على مسمع منه. ومع ذلك لا بد أن يعود الصغير على الطاعة إذا أمره أحد أبويه أو من هو أكبر منه، وأن يعالج فيه العناد برده إلى الحق طوعا إن أمكن، وإلا فلا شك أن الإكراه على الحق خير من بقاء الصغير على العناد والمكابرة، ولئلا ينشأ على ذلك فيذيق أهله الأمرين، ولا بأس بالضرب الغير مبرح إذا دعت الحاجة لذلك. ومن التوجيهات أيضا تعويده على الآداب الإسلامية والاجتماعية، مثل آداب الطعام والشراب والاستئذان والسلام عند الدخول والخروج وآداب العطاس وغير ذلك. ومنه أيضا تعويده على التنظيم لغرفته وملابسه وكتبه وألعابه وغيرها، وتعويده على النوم المبكر خاصة إذا كان يذهب إلى المدرسة وللسهر على الأطفال خاصة أولئك الذين يذهبون إلى المدرسة آثار سيئة في استيعابه وسلوكه وصحته. فيجب إذن تعويده على هذه الآداب كلها وتشجيعه عليها وتكراره عليه خاصة من قبل أمه لكثرة التصاقه بها. والذي يلحظ على كثير من أبناء المسلمين وللأسف أنهم ربما لا يتقنون حتى السلام أو حتى تشميت العاطس وغيرها من الآداب. أيضا من التوجيهات الحذر من رشوة الصغار، مثل أن يقال له خذ هذه الحلوى وافعل كذا، أو خذ هذه النقود وكف عن العبث أو الصراخ، فيعتاد على هذا فلا يعمل شيئا إلا بمقابل، وهذا لا يخالف مبدأ المكافأة والتشجيع، فعند الفعل الحسن لا بأس من المكافأة أو التشجيع للصغير. ومن التوجيهات أيضا لا بد من مخالفة هواه أحيانا، فلا يعطى على ذلك أو فلا يعطى كل ما يطلبه من أكل أو لعب أو غير ذلك، فإنه إن اعتاد على ذلك ولم يسمع كلمة لا أو غير موجود في منزله فسيؤثر ذلك على سلوكه وتصرفاته، فلا يخطر بباله أن يقال له لا، وإذا تعود على هذا السلوك أصبح من الصعب مستقبلا أن يحتمل عدم تحقق رغباته فيصطدم بمشكلات الحياة المتنوعة فيصيبه اليأس وربما الانحراف. ومن التوجيهات أيضا تشجيع الصغير، وهي من أهم التوجيهات، تشجيع الصغير على الإقدام وإعطاؤه الثقة بنفسه، فإذا وقع في مشكلة كمحاولته الأكل بالملعقة مثلا أو لبس نعليه أو خلع ملابسه فلا بد من إعطائه الفرصة للمحاولة
بل وتشجيعه بشرط أن يكون تحت عيني أحد أبويه. فمن الخطأ إذن المبادرة بمساعدته أو القيام بالعمل عنه، بل لا بد أن يعتاد على مواجهة الصعوبات والتغلب عليها. ومثل ذلك أيضاً في تدريبه على تحمل المسؤولية، فإذا أفسد تركيب لعبة جديدة له مثلاً وأتى إليك لإصلاحها، فاجعله يتحمل خطأه ويحاول هو إصلاحها أو إصلاحها. ولا بأس لو سكب شيئاً مثلاً على السجاد فطالبه بتنظيفه وإن لم يستطع، وشجعه إن رأيت منه إقبالاً وحسن عمل في مثل التنظيف مثلاً، ليزداد ثقة بنفسه، ولهذا أثر كبير في مستقبله. ومن التوجيهات أيضا الحرص على تنمية مواهب الصغير وهواياته النافعة وتشجيعه، كالإلقاء مثلا والخطابة أو الاهتمام بالأجهزة والمخترعات، فإن نرى بعض الصغار لديهم بعض الميول لمثل هذه الأمور، أو تنظيم البيت وتجميله عند بعض الفتيات الصغيرات. ولا بد أن يتحمل الأبوان كثرة الأخطاء والمحاولات، بل وتشجيعه ومكافأته. وأيضا من التوجيهات أسئلة الصغار كثيرة جدا، وبعضها مهم وبعضها تافه، ومن الخطأ إهمالها وعدم الإجابة عليها ظنا بأنه صغير لا يعقل، أو أن الأم أو الأب مشغولان عنه. بل إن بعض الآباء والأمهات ينهر الصغير ويغضب عليه إذا كثرت أسئلته، وهذا من أكبر الأخطاء التربوية وكسر نفس الطفل، وربما كان له أثر عكسي على الصغير. بل إن أفضل وقت لتوجيه الصغار، انتبه، أفضل وقت لتوجيه الصغار عندما يكون متطلعاً لأجوبة والده أو والدته، مقبلاً على سماعها. بل ربما سأل الصغير أسئلة غريبة لا يملك الكبير لها إجابة إلا التهرب والتوبيخ، وهذا خطأ. بل عليه أن يحرص على توجيه الصغير بحسب عقله وإدراكه. وربما بعض الآباء يقول لا أجد إجابة على أسئلة الصغير، نقول وجهه بأنه صغير وإذا كبر سيعرف الإجابة، لأن الصغير إن لم يجد الإجابة عندك فربما أجابه أحد آخر فأعطاه إجابة منحرفة. والطفل كثير الأسئلة دليل على سعة إدراكه وسعة عقله. ومن التوجيهات أيضا الحرص على تعليمه في سنواته الخمس الأولى، في سنواته الخمس الأولى. وانتبه أيها الأب، وانتبه أيتها الأم، الحرص على تعليمه في سنواته الخمس الأولى. يتعلم الطفل في سنواته الأولى أكثر بكثير مما يتصور الآباء، فإن العادات يمكن أن يكتسبها بسهولة كلما كان سنه أصغر. فإن 90% من العملية التربوية تتم في السنوات الخمس الأولى، كما أن الطفل في هذه الفترة يميل إلى إرضاء والده ويحاول أن يخرج منه أو أن يخرج منه عبارات الثناء والإعجاب. فمن البديهي أن يستغل الوالد هذه الفترة الهامة في تعليمه وتوجيهه الوجهة الحسنة. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في هذا المجال: أقوم التقويم ما كان في الصغر، فأما إذا ترك الولد وطبعه فنشأ عليه ومرن كان رده صعبا. قال الشاعر: إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. قد ينفع الأدب الأحداث في مهل، وليس ينفع في ذي الشيبة الأدب. أيضا التغافل عن الطفل وعدم فضحه إذا أخطأ، وحاول هو ستر خطئه وإخفائه، فإن إظهار ذلك ربما عوده وجرأه على ارتكاب الخطأ مرة أخرى، وأصبح لا يبالي بظهور أخطائه. ولذلك نقول للأب أو للأم: إذا أخطأ الطفل خطأً غير مقصود، أو حرص الطفل على إخفاء ذلك الخطأ، لا تفضح الطفل، وإنما حاول التغافل عنه وعدم انتباهك لمثل هذا الأمر، لأنه إذا تعود كثرة المعاتبة خاصة والصغير كثير الأخطاء الغير مقصودة، فإن أو أقصد إنه إذا عاد للخطأ
مرة أخرى وتعود على كثرة المعاتبة تعود على الرجوع لهذه الأعمال أيضا مرات وكرات، وإن عاد للخطأ مرة أخرى الذي أخفاه ثانية فأقول ينبغي أن يعاقب سرا، وليس كل خطأ أو زلة توجب العقاب والزجر. ومن التوجيهات أيضا تذكير الصغير بشكل مستمر بمواقف بطولية لأبناء الصحابة والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، ليتأسى بهم وتمتلئ نفسه عزيمة وقوة، فإن الصغار يتعلقون بالقصص بل ويطلبونها من آبائهم بإلحاح، فلماذا لا يروي الأب قصة من هذه القصص لأولاده قبل النوم ويبسطها لهم بأسلوب يناسبهم؟ وسيلحظ الأبوان عند الاستمرار على هذا الأمر سعة ثقافة الصغار ونمو عقولهم بسرعة عجيبة، بعكس رواية القصص الخيالية كما يفعل بعض الآباء. ومن التوجيهات أيضا الحرص على انتقاء المدرسة الجيدة بإدارتها ومدرسيها، فإن هناك من المدارس من تحرص وتخلص في توجيه الصغار وإفادتهم وزرع الخير في نفوسهم. ولا أنسى ذلك الطفل الذي يردد ويحفظ كثيرا من الأدعية والأذكار، فلما سألته من علمك هذا قال الأستاذ فلان، وجزى الله المخلصين كل خير وبر، وسيرون أثر ذلك على أولادهم، وصدق الله عز وجل قال وكان أبوهما صالحا. وليحذر أولئك المدرسون الذين لا هم لهم سوى ضياع الحصص وانتظار آخر الشهر. وهذا يقودنا إلى توجيه آخر، وهو أقول اعلم أيها الأب أن لأكل الحلال أثرا كبيرا وواضحا على صلاح الأولاد، وأن لأكل الحرام أثرا كبيرا على فسادهم وسوء أخلاقهم، وهذا أمر محسوس مشاهد، واللبيب بالإشارة يفهم. فاحفظ الله في أبناء المسلمين وأموالهم يحفظك الله بمالك وأولادك، والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. الوسيلة 30 على الآباء والأمهات الاجتهاد في توزيع الحب والعواطف على جميع أولادهم بالتساوي، وقبولهم جميعاً على علاتهم، ولا يفرق بينهم حتى وإن كان بعضهم أفضل من بعض، ولا تعقد المقارنات بينهم، فإن هذا كله يولد فيهم الأحقاد والضغائن. ومثال هذا مثلاً بغض الولد الكبير لأخيه الصغير عندما يجد أن الاهتمام من الوالدين قد اتجه نحو أخيه الصغير، فيلجأ إلى الانطواء على النفس أو البكاء أو التبول اللا إرادي، أو ربما ادعى المرض والألم ليجذب نظر والديه إليه. فهذه الأحوال لا ينبغي أن يساق الولد إليها، بل ينبغي أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث هذا، فيذكر له أثناء الحمل محاسن الطفل الجديد، وأنه قادم ليلعب معه إذا كبر، وأنه يحبه إلى آخر ذلك مما يشعر الكبير بحب الصغير له. ومن التوجيهات أيضا يمتاز الصغار بقدرة عجيبة على الحفظ، فعلى الوالدين استغلال هذه الفرصة وعدم إهمالها، وأقصد بإهمالها أن يترك الطفل يحفظ أي شيء. ولذلك نرى بعض الصغار يحفظ عبارات الدعاية والإعلان، أو يحفظ بعض القصص والأغاني التي يسمعونها من التلفاز أو من زملائهم. ولذلك على الآباء استغلال هذه الفرصة والحرص على وجود المربي الخاص إن استطعت، وهذا اقتراح وفكرة، الحرص على وجود مرب خاص لأولادك إن استطعت ذلك، أو مؤدب أو مدرس للقرآن سمه بما شئت، ويبدأ بتلقين الصغار للقرآن منذ الصغر. وإني أعجب من بعض الآباء، فإن لديه عدداً كبيراً من العمالة في مؤسسته أو متجره، ويعجز أو يغفل عن إحضار واحد لتربية أولاده والاهتمام بهم، خاصة إذا كان الأب مشغولاً بعمله وتجارته. وقد كان هذا هو منهج السلف رضوان الله تعالى عليهم، فقد كانوا يدفعون بأولادهم لمرب خاص يؤدبهم ويقرئهم القرآن. فقد ذكر ابن خلدون في مقدمته أن هارون الرشيد لما دفع ولده الأمين إلى المؤدب قال له يا أحمر إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة
إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبه، فصير يدك عليه مبسوطة وطاعتك له واجبة، فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين. أقرئه القرآن، وعرفه الأخبار، وروه الأشعار، وعلمه السنن، وبصره بمواقع الكلام وبدئه، وامنعه من الضحك إلا في أوقاته، ولا تمرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفيده إياها من غير أن تحزنه فتميت ذهنه، ولا تمعن في مسامحته فيستحلي الفراغ ويألفه، وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة، فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة، إلى آخر كلامه. إذن فاحرص على الإتيان بمرب خاص لصغارك، ولا يكلفك ذلك شيئا. كم؟ 1000 ريال ليس بشيء أمام صلاح أولادك، أمام صلاح أولادك وحفظهم للقرآن. وإني أؤكد على هذا الاقتراح، وأتمنى أن يجد طريقه لقلوب الآباء، ولا بأس أن يشترك 3 أو 4 من الآباء بإحضار مرب واحد لأولادهم جميعا. المهم أن يكون ثقة عدلا حافظا للقرآن، أو ربما مجيدا له، أيضا مجيدا لفن التعامل مع الصغار، ولا بد من تقديره، أي تقدير هذا المربي أو المدرس أو سمه بما شئت، واحترامه خاصة أمام الأولاد ليتقبلوا منه ويسمعوا منه. ومن الاقتراحات أيضا الحرص على بعض الأشرطة المفيدة الخاصة بالأطفال، والتسجيلات بحمد الله تتوفر أو مليئة بأعداد من هذه الأشرطة، فيها برامج تعليمية بأسلوب مميز جميل يساعد الصغير على التركيز والانتباه وسرعة التعلم والحفظ. ففي أشرطة القرآن هناك القراءة البطيئة المركزة، تردد الآيات مرات كثيرة، وفي بعضها ترديد من الصغار خلف القارئ، وكان لهذا نتائج طيبة على كثير من الصغار، وهي ما تسمى بطريقة التلقين. وهناك أشرطة قصصية جميلة مثل شريط أم سلمة، أو أسرة الشهداء، أو حديقة الحيوان، أو الأصابع الخمسة، أو غيرها مما تملأ فيه التسجيلات الإسلامية. وهناك أشرطة أناشيد خاصة بالصغار جميلة بكلماتها التي تزيد الصغير إيمانا وحبا بالله، ليست أية أناشيد، وإنما تلك الأناشيد التي تزيد الصغير إيمانا وحبا بالله. واسمع لكلمات مثل هذا النشيد، عندما يسمع الصغير ويحفظ مثل هذه الكلمات إن لذلك أثرا كبيرا على نفسه. هذه الأزهار الحمراء من أين سيأتيها الماء؟ من يسقيها وينميها ويزينها بالألوان؟ الله رب الأكوان. هذا نمل ما أصغره، يمشي هونا ما أصبره، من علمه هذا الصبر؟ من أسكنه هذا الوكر؟ الله تعالى علمه، الله تعالى ألهمه. هذا نحل، من علمه من زهرات قد أطعمه؟ من ألهمه أن يعطينا عسلا فيه شفاء للناس؟ الله تعالى الرحمن. هذا جمل ما أكبره، لا يعصينا إذ نأمره، طفل مثلي يمشي معه كي يركبه في الصحراء، الله تعالى ألهمه أن يبرك حتى نركبه. هذا طفل دون الفهم، من علمه ثدي الأم؟ من عوده أن يرضعه أن يأخذه عند الجوع؟ من عوده أن يرضعه أن يأخذه عند الجوع؟ الله تعالى الرحمن. هذا بصر، من واهبه؟ من في الإنسان يركبه؟ من يملك هذا الإنسان وله قد أعطى الآذان؟ أقول، أي أثر ستبقيه مثل هذه الكلمات في نفس الطفل؟ ومن هذا أيضا من التوجيهات، من الخطأ أن يكون الصغار ضحية لمزاجية الأم أو الأب، فإذا حصل خصام أو سوء فهم بينهما صبت الأم جام غضبها على الصغار، أو الأب أيضا، وهذا من الظلم الذي لا يرضاه الله، وما ذنب هؤلاء حتى نغضب عليهم أيضا؟ وهذا أمر مشاهد، فإن طلبات وأسئلة الصغار بعد خصام بين الأبوين مرفوضة مهانة، ولا يسلم الصغار في الغالب من الزجر، وربما الضرب في مثل هذه الظروف، وربما الضرب أيضا في مثل هذه الظروف. وعلى الأبوين ضبط النفس قدر الإمكان، وعدم الخصام بين الأولاد، وإن ظهر
هذا فأقول من الظلم العظيم أن ينتقل هذا الأمر إلى الأولاد بدون سبب. ومن التوجيهات أيضا أن لا يعود الطفل الوقوف على باب الدار ولا الخروج إلى الشارع أو الجلوس مع الأولاد أو مع أولاد الحي في الشارع، فهي قاصمة الظهر، فمنه أي من الشارع يتعلم الألفاظ السيئة وبداءة اللسان، يتعلم الألفاظ السيئة وبداءة اللسان، ومنه أي الشارع أيضا يبدأ الضياع فالتدخين فاللواط فالمخدرات إلى آخر سلسلة الضياع التي يعيشها بعض شباب المسلمين اليوم وللأسف. ومع ذلك ما زلنا نرى الصغار يملؤون شوارع الأحياء، فمتى يتنبه الآباء والأمهات إلى خطر خروج الصغار إلى الشارع؟ فإنما يبنى في سنوات يهدمه الشارع في أيام. إننا نريد وقفة جادة منك أيها الأب تجاه هذا الموضوع. توجيه آخر أيضا وسيلة أخرى، وهي حل لآثار الشارع وأخطاره. وجود ملعب أو استراحة في وسط الحي لأطفال وصغار الحي، ويتم تجهيزه والإشراف عليه ومتابعته من قبل أولياء الأمور، ولا أظن المسؤولين في البلديات مثلا إلا ويشجعون ويمدون يد العون قدر المستطاع لإيجاد مثل هذا الطرح. المهم هو الجدية في تبني مثل هذه الفكرة من الآباء والتحمس لها، بدل التخبط والضياع الذي يعيشه صغارنا في الشوارع والأرصفة يتخطفهم تجار الرذيلة. فأتمنى أن يجد هذا الطرح طريقه لقلوب الآباء. أيضاً وسيلة أخرى أو توجيه آخر، فكرة المراكز الصيفية للصغار، فكرة جديدة جميلة نشكر القائمين عليها، ونتمنى أن نرى تطويراً لها واهتماماً ببرامجها لحفظ أولاد المسلمين، ولعلنا نستفيد مما يفعله النصارى وللأسف. أقول لعلنا أن نستفيد وللأسف مما يفعله النصارى من تبني الصغار والتركيز عليهم والاهتمام بالنوابغ والمتفوقين منهم. ولو أن مدراء المدارس والمدرسين حرصوا على متابعة المتفوقين والتركيز عليهم لنفع الله بهم في المستقبل نفعا عظيما. ومن التوجيهات أيضا وهي 37، احرص أيها الأب على أخذ أولادك معك للمجالس النافعة كالدروس والمحاضرات، واجعل عيونهم تكتحل برؤية الصالحين والمشائخ، فإنهم يفخرون بذلك أمام أقرانهم ويتمنون الوصول لمكانتهم، وعودهم على مجالس الرجال والتأدب فيها، واحرص على إلحاقهم بمدارس تحفيظ القرآن في المساجد مع المتابعة والحرص. وإذا أردت أيها الأب ويا أيتها الأم أن تريا مقدار الربح لهذه الحلقات، فانظر لحفظ أبناء فلان وبنات فلانة، فأعمارهم الآن في 18 ويحفظون من القرآن 20 جزءاً تزيد أو تقل، وأبناؤك ما زالوا على أوضاعهم. إنه أعظم كسب يفوز به الوالدان في الدنيا والآخرة. ونحن نسمع ونقرأ في كتب السير والتراجم أن كثيراً من العلماء الأفذاذ حفظوا القرآن قبل 10، كأحمد بن حنبل والبخاري وابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم. وذلك يعني شيئا، ذلك يعني أن حفظ القرآن هو الركيزة والقاعدة التي انطلق منها هؤلاء العلماء وغيرهم. فاحرص أيها الأبوان أو فاحرصا أيها الأبوان، فليس بعيدا إن شاء الله تعالى أن يكون ابنكما عالما من علماء هذه الأمة، ولن يكون ذلك إلا بالصبر والمتابعة. توجيه آخر، عود الصغار على البذل والعطاء وحب الضعفاء والمساكين، وأخبره وأخبريه أيتها الأم أن له إخوانا من المسلمين لا يجدون ما يأكلون ولا ما يلبسون، أعطه بعض الريالات، وشجعه على التبرع والتصدق ببعضها ليتعود البذل في الكبر ويأخذ عليه. أشركه في الإنفاق على بعض مشتريات البيت البسيطة وبعض حاجياته، وليدفع هو من حصالته الخاصة على شراء كيس الرغيف للبيت مثلاً. قص عليه قصة ذلك الصغير الذي تبرع ببعض ألعابه لأولاده أو لأولاد جيرانه المحتاجين،
فإن هذه الوسائل تحرره من البخل وحب جمع المال وحب الفقراء والمساكين والبذل والعطاء. أيضا توجيه آخر لنحذر من كثرة خوف الصغير مما حوله من الأشياء والأشخاص، فإن كثرة مخاوفه تدل على جبنه وهلعه، وذلك أن نجنبه قدر الإمكان ما يؤذيه ويخيفه أن نجنبه قدر الإمكان ما يؤذيه ويخيفه، كالتخويف بالحرامي مثلا، أو البعبع كما أسلفت، أو بخروج الدم من الجرح كما تفعل بعض الأمهات بقولها انظر دم فلان خرج، على سبيل التخويف للصغير، أو من تخويفه ببعض القصص المرعبة حول الشياطين والجن، فإن هذه الأمور تزرع في نفس الطفل الرعب والفزع، وينشأ خوافاً رعديداً كما نرى في بعض الصغار. أيضاً الوسيلة الأخيرة وهي 40، اعلم أيها الأب وأنت أيتها الأم أن الصغير لا يدرك الكذب إلا بعد الخامسة من العمر، أما قبل هذا فإن خياله واسع، فيكون كذبه في هذه الفترة غير مقصود ولا متعمد، وهو بحاجة للتوضيح والتوجيه في هذه المرحلة بدلاً من عقابه وزجره كما يفعل بعض الآباء ظناً منا أنه تعمد الكذب علينا. واعلم أيضاً أن الكذب خلق يكتسبه الصغير من بيئته، فالوالد الذي لا يفي بوعوده لأولاده يزرع الكذب فيهم بدون أن يشعر، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطه فهي كذبة، كما في المسند عند أحمد. والأب الذي يمثل أنه يضرب ولده لأنه ضرب أخاه الصغير وهو في الحقيقة لا يضربه يزرع الكذب في نفس ولديه الضارب والمضروب وهو لا يشعر. إذا جاءك الصغير يشكي أخاه الأكبر فإذا بك تضرب ذلك الأخ الأكبر أو تمثل أنك تضربه، وأنت حقيقة تزرع الكذب من حيث لا تشعر في قلب الضارب قبل أن تزرعه أيضا في قلب المضروب. ومن الأسباب التي تدفع الصغير للكذب قد يكذب الطفل تقليدا لوالديه، تقليدا لهما، وقد يكذب الطفل حتى يتجنب العقاب الشديد، وقد يكذب الطفل لنيل شيء يريده، وغيرها من الأسباب التي يحرص الآباء على معرفتها لماذا لجأ الصغير إلى الكذب. حاول دائماً أن تبحث عن السبب لماذا لجأ الصغير إلى الكذب حتى يصل للعلاج المناسب والصحيح مع استخدام أسلوب الترغيب واللين والرفق والتشجيع حتى لا يتأصل عنده هذا الخلق الذميم. هذه 40 وسيلة وتوجيه لتربية الصغار. فأقول أيها الوالدان إن أجركما عند الله عظيم متى إن حرصتما على القيام بالواجب عليكما تجاه أولادكم، فلا بد من الصبر وعدم الملل في متابعة الصغار وتربيتهم واحتساب الأجر والثواب من الله، وثقة أن كل شيء بالتدريب والمتابعة والمجاهدة ممكن، وهذا ما أكده الغزالي بقوله ولو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات، ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنوا أخلاقكم، وكيف ينكر هذا أو ينكر هذا في حق الآدمي، وتغيير خلق البهيمة ممكن إذ ينقل البازي أي الصقر من الاستيحاش إلى الأنس، والكلب من شره الأكل إلى التأديب والإمساك والتخلية، والفرس من الجماح إلى السلاسة والإنقياد، وكل ذلك تغيير للأخلاق، فإذا كان هذا ممكناً في حق الحيوان الأعجم ففي حق الولد الذي هو أعقل وأقدر على الفهم من البهيمة أو لا. لذلك أقول علينا أن نحرص وأن نصبر على تربية أولادنا ونحتسب الأجر عند الله عز وجل، ولن يكون ذلك إلا بالتدريب والمتابعة. فأهدي هذه الكلمات وهذه التوجيهات إلى الآباء والأمهات معطرة بالحب والتقدير والدعاء بالتوفيق لكل أبوين حريصين على تربية أولادهما وصلاحهم، وغفر الله لمن تجاوز عن الزلات والهنات والتمس لي العذر في النقص والتقصير. اللهم أصلح أولاد المسلمين وبناتهم، اللهم اجعلهم قرة
أعين لآبائهم وأمهاتهم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح أبناء المسلمين والمسلمات، اللهم نسألك الذرية الصالحة التي تكون عزا للإسلام والمسلمين. اللهم أصلح أبناء المسلمين وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 11347.